اهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي جمعنا مع تفاصيل النشره الجويه. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس يكون مائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وهيكون معتدل على السواحل الشماليه الغربيه وشديد الحراره على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد ولغايه شمال الصعيد، ومعتدل الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. والنهارده في فرص امطار خفيفه غير مؤثره على الانشطه اليوميه على مناطق من السواحل الشماليه والوجه البحري والصحراء الغربيه ومدن القناه وشمال الصعيد، ممكن تمتد لمناطق من القاهره الكبرى على فترات متقطعه. كمان النهارده هيكون في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشماليه وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن الجو النهارده من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي في هيئه الارصاد الجويه. دكتوره منار، صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك دكتوره منى، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتوره منار، احنا ابتدينا نحس كده باجواء شتويه ولن نتنازل عنها. طمنيني على الطقس النهارده وما تقوليليش ان في حراره. لا الحمد لله، طبعا في اجواء خريفيه بامتياز في معظم محافظات الجمهوريه. هيستمر تاثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي هتحجب اشعه الشمس على مدار اليوم، فبالتالي هيساعد على انخفاض درجات الحراره. عظمى على القاهره الكبرى اليوم هتكون 30 درجه مئويه خلال فتره النهار، فبالتالي احساسنا بالطقس فتره النهار هو طقس خريفي مائل للحراره على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، وأيضا بعض المناطق من سيناء. كمان أجواء نقدر نقول معتدلة تماما على سواحلنا الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، لأن العظمى بدأت تنخفض وبدأنا نسجل درجات حرارة 28 و29 على السواحل الشمالية للبلاد. هتظل الأجواء شديدة الحرارة في محافظات جنوب الصعيد، ده بيكون فترة النهار وتحديدا كمان في فترات الظهيرة. كمان مع غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل هنحس بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، هيكون محسوس أكثر في ساعات الليل وتأخر فترات الصباح الباكر. صغرى فترة الليل ما بين 23 و22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، فبالتالي أجواء لطيفة تماما خلال فترات الليل في معظم محافظات الجمهورية. وطبعا مع وجود المنخفض الجوي والسحب المنخفضة والمتوسطة هيستمر معانا اليوم كمان فرص الأمطار الخفيفة على بعض المناطق المتفرقة من الجمهورية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، الأمطار تمتد كمان لمناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، بعض المناطق كمان من جنوب الصعيد ومدن القناة. لكن مجمل الامطار كلها هي امطار غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، هتساعد ان احنا نحس بالاجواء الخريفيه فقط، بالاضافه كمان نشاط نسبي للرياح في بعض المحافظات هيقلل احساسي بوجود نسب رطوبه في الجو، فبيساعد كمان على مزيد من الاحساس بوجود انخفاض في درجات الحراره خاصه فترات المساء وساعات الليل. ويمكن الاجواء الخريفيه اللي فيها انخفاض في درجات الحراره دي متوقع ان هي تكمل معانا حتى نهايه الاسبوع ده مطلع الاسبوع اللي جاي. يعني احنا على مدار هذا الاسبوع كله العظمى على القاهره الكبرى هتكون ما بين 30 و31 درجه مئويه، فبالتالي مستمرين في انخفاض درجات الحراره. يمكن نلاحظ كمان فترات الصباح الباكر فترات الليل المتاخر بعض البروده، فنبدا نحس بالاجواء الخارجيه بشكل كبير على مدار هذا الاسبوع كله. كمان فرص الامطار اللي موجوده معانا على مدار الاسبوع هي تختلف من محافظه للثانيه ومن يوم للثاني، لكن في مجملها كلها احنا شفنا على مدار الكام يوم اللي فاتت امطار خفيفه في مناطق قليله متفرقه، لكن الامطار ما كانتش مؤثره. الامطار برضو هتستمر معانا مش مؤثره دكتوره منار؟ يعني الامطار معانا اليوم وغدا ان شاء الله هتبقى على مناطق متفرقه، مع يوم الاربعاء ممكن تنحصر في بعض المناطق الساحليه او الوجه البحري، لكن في مجملها كلها على مدار الاسبوع كله غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. فاحنا دايما بننصح ان احنا في الخريف ان احنا نتابع النشرات الجويه، لان الخريف هو فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه والتغير في خرائط الطقس، فدايما بيبقى في متابعه مستمره ويوميه للنشرات الجويه عشان نعرف ايه الظواهر الجويه اللي ممكن تاثر علينا. اكيد دكتوره منار، جرت العاده ان احنا نقول نخلي معانا جاكيت خفيف الايام دي علشان الجو بالليل بيبرد. الاطفال بقى اللي نازلين المدارس والناس اللي نازله شغلها بدري، هل محتاجه معاها جاكيت خفيف الصبح برضو؟ يعني احنا هنبدا تدريجيا نحس في فترات الصباح الباكر او الليل المتاخر ببعض البروده، اول ما نبدا نحس ببعض البروده هنبدا نزود قطع ملابس اضافيه للاطفال، ونبدا الناس اللي يعني كبار السن بقى يبقى معاهم جاكيت خفيف، او الناس العاديه يبقى معاهم جاكيت خفيف نصاحبه خلال فترات الليل المتاخر او فتره الصباح الباكر. بس لما نبدا تدريجيا نحس بالبروده او انخفاض درجات الحراره اللي بيبقى ملحوظ فترات الصباح الباكر واحنا خارجين.
أكيد كل الشكر ليكي الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. شكرا ليكي، شكرا جزيلا. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة بالتفصيل. القاهرة العظمى فيها 30 والصغرى 24، العاصمة الإدارية العظمى 31 والصغرى 23، الإسكندرية 29 22، العالمين الجديدة 29 22، مطروح 28 21، دمياط 30 23، بورسعيد 30 23، والإسماعيلية 32 23. السويس العظمى فيها 30 والصغرى 23، العريش 31 24، كاترين 29 15، طابة 30 24، حلايب 35 26، شلاتين 37 27، شرم الشيخ 34 28، والغردقة 35 27. الفيوم العظمى فيها 31 والصغرى 23، بني سويف 32 22، الوادي الجديد 40 27، اسيوط 33 22، سوهاج 35 25، قنا 38 26، الاقصر 40 26، واسوان 41 27.